على اتش بي في مشكلة في دايرة الشحن، المفروض الجهاز ما بيشتغلش خالص وبرضه السوكت بتاعه مش موجود. طبعا مشاكل زي دي انا بشك 90% او هنقول 100% المشكلة بتبقى في الشحن بس، وبعدين الجهاز مع الوقت ومع الاستخدام البطارية بتفضى والعميل ما بيقدرش يشحنه مرة تانية. طبعا اللي هعمله ان انا هبتدي افك الجهاز علشان ابص الاول في دايرة الشحن، اتاكد فعلا ان الجهاز هو المشكله فيه في الشحن بس. زي ما انت شايف الجهاز بتاعنا يعتبر نظيف من جوه، مفيهوش حاجه. ابتدي اطلع البطاريه الاول واطلع الجزء الخاص بالشحن، ده الكيبل الخاص بالبطارية، زي ما انت شايف كده السوكت بتاع الشحن جاي على الفلاتة دي، دي فلاتة الشحن، والسوكت اصلا مش موجود تماما. قبل طبعا ما افك الجهاز وهجرب ان انا اشوف مشكلة الشحن او اي حاجة، هبتدي اوصل الباور سبلاي عندي علشان اتأكد ان الجهاز الاول شغال. الفولتية اللي انا بديها للجهاز من 4 فولت ل5 فولت ماكس، التبدي بتاخد فولتية اعلى شوية من الموبايلات علشان تشتغل. هبدي له جراوند من اي مكان ارضي، وبشوف الطرف الموجب على البطارية. زي ما انت شايف، بص كده، هنا عندي الطرف السالب الاسود او الطرفين من على الناحية اليمين، والطرفين الموجب من ناحية الشمال، هما الطرفين الاولانيين من هنا. طبعا انا هوصل عندي بالباور كده الطرفين الموجب، وهبتدي اشغل الجهاز واشوف الباور سبلاي بتاعي فعلا في فزة، الجهاز بيشتغل. طبعا انا بعمل الحاجه دي ليه او بجرب كده ليه الاول قبل ما افك الجهاز، علشان ما يكونش الجهاز فيه مشكله في دايره الباور الاساسيه وانا بشتغل عليه شحن. طبعا ادي الباور، هو كده عايز البطاريه تتقوم، بس في فزه في دايره الباور كده، المفروض ان الجهاز بيشتغل. يعني انا هعمل ايه، انا هطلع احط البطارية بتاعته على الشحن، الطرف السالب والطرف الموجب. شوف الباور عندي بيعمل ايه، بيعمل شورت، ده علشان خاطر ان البطارية اندر ليفل، انا نزلت الفولتية شوية. انا بعرف ان البطارية كده بتشحن ازاي، شايف الامبير بتاعي، الامبير بينزل، كل ما الامبير هنا بينزل بعرف ان البطارية قامت او بتتشحن. طبعا هسيب البطارية بتاعتي لغاية اما الامبير ينزل هنا لغاية الزيرو، وبعد كده هرفع الفولتية تاني. هي البطارية مش مستحملة اكتر من 3.3 فولت. هسيب الامبير وهبتدي افك الجهاز بتاعي، هطلع السوكت بتاع الشحن بره خالص. دول المسمارين اللي ماسكين الجرس اللي تحت وماسكين البورد. ده الكيبل الخاص بالفلاتة بتاع التاتش.
شوف التراك اللي موجود عندنا النهاردة، هنتعلم ازاي نركب السوكت ده. حتى زي ما انت شايف رجوله عاملة ازاي، رجوله يعتبر مش موجودة. احنا زي ما قلنا في اول المحاضرة، اللي يهمني 4 خطوط بس موجودين: خط الموجب اللي بيدي كهربا، وخط السالب، وخطين الداتا بتوع خطين الداتا بتوع اليو اس بي اللي بيدخلوا داتا وبيطلعوا داتا من الجهاز. طبعا دي البوردة اللي هنشتغل عليها. طبعا هنبتدي الأول ننظف الرجول اللي على البوردة بتاعة السوكت في الفلاكس والأزير. علشان أبين أشوف إيه الرجول اللي عندي فيها مشكلة، وأبتدي أشوف هعوضها إزاي أو هعوضها منين. الظاهر كده عندي مفيش غير طرفين بس اللي موجودين، او 3 اطراف اللي موجودين اللي ممكن يتعوضوا، والخطين بتوع الداتا مش موجودين اصلا. هنبتدي نعرف طبعا الخط الاول اللي في الاول هنا، ده خط جراوند او خط الارضي، وده خط نوت كونكتد، وخط الكهرباء موجود جزء منه صغير ممكن نوصل عليه. هنبتدي نفرغ القواعد اللي بيتركب فيها السوكت. وبالحامل بتاع البوردة ممكن أثبت السوكت علشان خاطر أفضي القواعد. زي ما انت شايف كده انا فضيت القاعدتين الخاصين بالسوكت علشان ابتدي ابيت السوكت مكانه. الاول قبل ما ابيت السوكت مكانه، هحاول اوفر او ابين التعويضات اللي انا هعوض منها الاطراف بتاعت السوكت. أنا طبعا دلوقتي بعرض الأطراف اللي موجودة ليه، عشان التوصيل، عشان أعرف هي الأطراف دي واصلة مع أنهي بوينت بالظبط. زي ما أنت شايف كده الرجل دي اللي طاير عندنا مش موجودة خالص، ماشية الطرف بتاعها مع النقطة دي، وبنفس الطريقة خط الداتا ده واصل مع النقطة دي. اتأكد برضو زي ما انت شايف الخط لونه ذهبي بيبان، خط اهو واصل هنا.
والسبنر طبعا والفرشة. ابتدي انظف المكان، عشان الرؤية توضح أكتر. هنبص كده مع بعض. بص هتلاقي الطرف ده اللي هو الرجل المقطوعة دي واصلة مع النقطة دي، والرجل دي واصلة مع النقطة رقم 2. بعد ما هثبت السوكت هقدر أوصل الطرفين اللي عندنا بالنقطة دي اللي هما اللي واقعين مننا، والطرف ده موجود والطرف الارضي برضو موجود. هبتدي اجيب السوكت بتاعي وبيته مكانه. طبعا ده تقريبا مش شبيه ليه بالظبط، هشوف حاجة قريبة منه علشان اقدر اركبها. طبعا السوكت بتاعه مش موجود بالظبط، انا لقيت سوكت مقارب ليه اوعده مش نفس الحجم ده، فابتدي اعدله عشان يركب مكانه. هو اللي انا بحتاجه ان هو يكون برضو نفس الاطراف او نفس عدد رجول من ورا والاتجاه بتاع السوكت. بمعنى ايه الاتجاه بتاع السوكت؟ يعني الاماكن بتاعت العلام ده السوكت اتجاهه لفوق ممكن يكون لتحت، بس ده تقريبا نفس الاتجاه ونفس الحجم. هبتدي اعدل في السوكت ده علشان اعرف اركبه مكان السوكت اللي منكسر عندي مش متوفر عندي في السوق. هخلي الرجل اللي ناحية اليمين اللي هناك، طبعا هبتدي ارسنتر السوكت كده مكانه علشان اشوف انا هبتدي الحمه ازاي. زي ما انت شايف هو هيحتاج ارجل تثبيت على الجنبين اللي موجودين عندنا، هنقول هنا وهبتدي اثبت السوكت على الرجول اللي عندي ورا. انا اللي يهمني طرف رجل اتثبتت. ابتدي ابص كده من ورا كل رجول مسنترة، اطلعها قدام شوية وبعدين هدعم التثبيت بتاعي دلوقتي بالازير بعد ما اركب الرجول بتاعته من جوه. زي ما انت شايف كده الرجول الداخلية كلها موجودة، ابتدي احط الفلاكس عشان الحمهم.
كده بصة سريعة، انا وصلت رجول الزهرة قدامي كلها. وهبتدي ادعم الرجول الخارجية اللي هي رجول التثبيت بالأزير. وهبتدي ارجع تاني للرجول بتاعتي اللي انا كانت قاطعة في الاساس واوصلها. طبعا الرجلين هما الطرفين. هستخدم السلك الخاص بالبرجات، سلك الشعر، في عملية توصيل الطرفين دول. طبعا السلك ده بيبقى سلك معزول، بيبقى محتاج ان انا اعريه علشان اقدر الحمه. زي ما انت شايف طرفه لونه بقى اللون الفضي. ابتدي اوصل الطرف الاول اللي فيه المشكلة عندي، اللي مش راكب مظبوط. ده كده اتلحم، وانا عارف ان هو على البوينت رقم 2 هنا على البورد. ثبت سلك مكانه. ده الطرف الأول، الطرف الثاني عندي هنا. طبعا اللي أنا بعمله إن أنا بتأكد إن الطرف الأولاني من السلك مش ملمس بأي أطرف. ده الطرف الثاني اللي موجود عندنا هنا، وصله على النقطة دي اللي هي رقم 3 من هنا. برضو بنفس الطريقة سلك الشعر. وهعري الطرف التاني منه زي الأول بالظبط.
الموضوع بس محتاج شوية صبر وتعود، ثبات في ايديك، مع التعود ايدك هتثبت في سواء مسكة الجفت او في استخدام المكوة في النقاط الصغيرة جدا زي اللي انت شايفها دي. برضه هنتأكد إن الطرف التاني واصل ومش لامس حاجة، ده طرف تاني عندي كده يعتبر السوكت اتركب. وبقيت مكانه مظبوط. طبعا مسألة ثباتك على المكوة أو استخدامك للمكوة بصورة صحيحة و تثبت إيديك تثبت على المكوة دي حاجة أنت هتكتسبها مع الخبرة ومع الوقت ومع الممارسة المستمرة في الفك والتركيب. بالنسبة للكومبوننت الصغيرة هنبص كده على البطارية بتاعتنا نشوف هي وصلت لإيه. أنا طبعا رفعت الفولتية لأربعة فولت بعد ما الأمبير نزل ورجعت شحنت لغاية النص أهو. زي ما قلت في الأول كده إحنا بنعرف إن البطارية شحنت لما الأمبير ينزل، يعني كل ما الأمبير ينزل هنا نعرف إن البطارية شحنت. كده يعتبر البطارية قامت شوية، هي واصلة على الشحن من وقت ما إحنا ابتدينا نشتغل في الجهاز. وهنطلع البطارية ونجرب الجهاز قبل ما نركب السوكت ونتست الجهاز كله. تست الجهاز الأول شوفه هيشتغل ولا ايه. الجهاز بينور وده اللي يهمنا. خلاص انا هفك البطارية واركب سكة الشحن اللي احنا قفلناه بالكيبلز بتاعته والفلاتات بتاعته ونتست الجهاز بتاعنا ككل. وطبعا في ميزة حلوة ان في حديدة حماية للسكت بعيدا بقى عن أرجل التثبيت بتاعت الجهاز.
طبعا دي أماكن السلك بتاع السماعة الجراز. حاول أثبتهم مكانهم علشان ما يضايقوناش. هركب الكيبل الخاص بسكة الشحن، سكة الهاند فري، كيبل بتاع فلاتة بتاعة التاتش، مسمار كمان اللي ماسك جرس، وابتدي اركب البطارية بتاعتي. زي ما احنا شايفين احنا وصلناه على البي سي، قرا معانا على الكمبيوتر عادي، فاتح معانا انترنال اس دي. في نفس الوقت عندنا هنا في الجهاز بيشحن طبيعي مفيهوش مشكلة. جار الشحن 14%. دي تركة من التركات بتاعة الشحن وأعطال الشحن سكتات الشحن في الأجهزة المختلفة، ممكن تعممها على أي جهاز، ممكن تطبقها على أي موديل من الموديلات. زي ما احنا شرحنا قبل كده هم 4 أطراف جراوند وكهرباء واتنين داتا، واصلين كلهم مظبوط يبقى لازم الجهاز يشحن معاك.